أوي 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 أوي. اللي أقول لي يا دكتور، هما ليه الناس بيقولوا كده على اللي من بنها؟ مش عرفني أنا، قالوك إن أنا دكتور في التراث الشعبي. أنا عارف حكاية أني من بنها دي، ما هما جيراننا. قول يا أبو العزم. الناس كانت بتركب القطر من محطة مصر اللي هي باب الحديد عشان يروحوا طنطا، دمنهور، اسكندرية، ومن نفر من دول عشان ما يدفعش التذكرة. أول ما يجي الكمساري يقول له داني من بانها، أنا نازل أول محطة ومعيش فلوس، يصعب على الكمساري يقوم سايبه. وطبعا الكمساري مش هيجي يدور إلا لما المفاجئ يجي عشان يفتش على التذاكر. ومن هنا بقى أي حد يقول أنا من بانها يبقى مزوغ من دفع التذكرة. يخرب عقلك يا أبو العزم، أول مرة تقول حاجة مفيدة. افضل طبل له أنت كده. هذا الرجل الفنان أحمد وفيق في رأيي المتواضع، بس أنا أعتقد رأي ناس كتير جدا جدا، لأن أنا فعلا مش هزار. لما بنيجي نقعد نتكلم على الممثلين اللي عندهم قدرة إبداعية حقيقية، استحالة هيخلو الكلام من أحمد وفيق أو لا يذكر أحمد وفيق جوه وفي مركز القائمة. عنده قدرة مذهلة مذهلة والله ما بهرج، على تجسيد أي شخصية أي شخصية. الأول خليني أرحب بالنجم الرائع جدا أحمد وفيق. عامل يا أستاذ؟ أهلا بيك. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا جميل. رمضان كريم. رمضان كريم علينا جميعا يا رب. والله بص، أنا مش عايز أسألك سؤال تقليدي قوي يعني، بس أنا فعلا بيبقى في عندي حيرة كده. مش بقى الحيرة في إنه قدرتك يا أحمد على تجسيد الأدوار، لكن إحنا بنتكلم على رمضان ده على سبيل المثال، انه ما شاء الله انت قمت بثلاث ادوار في ثلاث مسلسلات مختلفة. والثلاث ادوار او الثلاث شخصيات كل شخصية ملهاش اي علاقة بالتانية. فده كرم بقى من ربنا بينه وبينك يعني، نمرة واحد. ما شاء الله. والممثل لما بيوصل لمرحلة انه بيحب شغله قوي، الفكرة نمرة واحد والحب انك تكون بتحب اللي بتعمله. بالإضافة بقى إلى قدراتك وخبراتك وكل ما يشمل أدوات الممثل يعني. أنا يعني هتلاقيني أنا بختار أدوار اللي أنا بحب، إن أنا حابب أعملها يعني عشان أضمن الاستمتاع في الشغل، وأنا لو استمتعت ببقى ضامن النتيجة على الشاشة. فهتلاقي في سر وباتع العمل مع خالد يوسف أصلا مطعم، خالد مخرج من العظماء يعني. مهما اختلف خالد مفكر يعني. انا هو عارف طبعا ان انا دايما اطلق عليه اللقب ده مفكر سينمائي. بالظبط، هو مفكر، هو فنان مفكر، وده ميزه تضاف للفنان على فكره. طبعا يعني الفنان اللي بيقدم حاجه تسلي ده مش عيب على فكره، ده حق مكفول للفنان. والفن بدا صحيح. في الاصل تسليه وتسريه عن الفنان صحيح يعني. صحيح. لكن لما تكون انت في مجتمع محتاجك او انت في ايدك حاجه تعملها لمجتمعك، سواء تطوره تنميه تنوره، يبقى فرض عين عليك. بس ما اقدرش الوم اللي ما عملش ده. خالد بقى من الناس دي، زيه زي فنانين برضه في وسطنا كتير، وفن ممثلين زي في وسطنا كتير، ادباء في وسطنا كتير، اللي هو بيبقى عندهم وجهه اصلاحيه تنويريه. وده لازم يعني، لو في شعب او امه خلت من المبدعين اللي من النوع ده، يعرف ان هي مش هتكمل يعني، مش تعمل حاجة أصلا. أمة تخلو من الإبداع إذن هي أمة في انهيار، ده طبعا مفهوم. قاعدة رئيسية. طب أكيد إبداعك هو وعاء ثقافتك أساسا. ده يخليني يعني أفكر معاك برضو بصوت عالي أكتر، إيه سر حبك لهذه المهنة الصعبة المضنية؟ وأنا عارف إنك يعني خدت مشوار شديد الصعوبة شديد الصعوبة علشان تبقى أحمد وفيق. والله بص يا أستاذ يوسف، هو طبعا أكيد في عوامل كتيرة، بس هي الأساس بتاعها لما دخلنا الجوهر الموضوع يعني، هتلاقي إن أنت دي أهم أداة للتعبير عن نفسك في الدنيا. أنا من النوع أصلا معروف عني إن أنا خجول، قليل الكلام، اجتماعي لما أتحط في المجتمع يعني، ما بعرفش أقتحم الدنيا. فبدأت بوسائل التعبير، بدأت الأول عندي بالرسم، أنا أصلا برسم قبل ما أرسم، دي أداة تعبير حسيت بتفوق فيها، بس مش حاسس إن أنا موصل حاجة. التمثيل كان الجزء الثاني من ده، مرورا بإن أنا أخرجت للمسرح في الجامعة. مظبوط. وكنت متفوق فيه يعني، بس لقيت التمثيل هو الأداة التعبير اللي بتريحني. والتمثيل بقى بالنسبة لي ما هوش مجرد مهنة،
هو مجرد علاج يعني، لو ما خدتوش حرقه مش متوازن. وبعترف يعني ان انا ان التمثيل جزء من توازن، وده ما يعبنيش يعني. ما هو مره من المرات زمان، هقول لك الكلام ده كان امتى، يمكن تقريبا من حوالي 23 سنه، فكنت قاعد مع صديق عزيز جدا على قلبي قوي يعني، عمرو رمزي. فانت عارف عمرو؟ اخويا بالظبط كده. فعمرو هو اول حد اخرج لي برنامج من 25 سنه اصلا، والبرنامج اتسحب منه واستلم حد زميلنا تاني، وعمرو ولا فارق معاه طبعا زي ما انت فاهم، وكان مجره العاده هو عنيد وغتت، فاللي هو انا هو انا كده. فوالله فمره كنا قاعدين سهرانين كده في الشغل هنا، كنا في التلفزيون هنا، ومش فاكر كنا بنتفرج على ايه، فبقول بالظبط كده واعذرني يعني، قلت اما حته واد ده جامد قوي. لقيت عمرو بيبص لي قال لي عاجبك؟ قلت له جدا. فقال لي انت عارف انه مخرج؟ قلت له مخرج؟ قال لي ايوه احمد ده مخرج صاحبنا ومخرج مسرح. قلت له ده لو كمل تمثيل ده هياكل الدنيا يا عمرو، اسال عمرو رمزي لما تشوف. انا دايما بقابله. عمرو زمان كان رئيس فريق التمثيل بتاعنا. في المنصوره، وانا هو اول حد عمل استوديو الممثل في المنصوره، ما كانش في فكره الورشه استوديو الممثل دي. انشاناها انا وعمرو مع بعض. يا نهار ابيض. لا ده كده تاريخ طويل يا ابو حميد. الحمد لله. بص يا احمد، انا فعلا بحبك من قلبي يعني والله العظيم، واسال عليا عمرو هيقول لك يوسف عم زي القطر ما بيجاملش، فانا بكلمك بامانه شديده يعني. انا عايز استاذنك، انا عارف انه في رمضان استحاله، ممكن بعد العيد تنورنا، لان انا حابب ان احنا نقعد نتكلم كتير، مش تليفون بقى وكده. انا ما عنديش مانع ويشرفني. انا بس هطلع في العيد، اول يوم العيد هسافر اجازه اسبوعين في فرنسا وارجع على طول. تسافر وترجع بالف سلامه، هتلاقيني راشق بعد العيد عمال بزن تليفونات. لا يشرفني يا شباب. لا ده انا اللي اتشرف، حبيبي. انا اهنيك واشكرك وتوفيق دايما، وكل سنه وانت طيب، واشوفك بعد العيد ان شاء الله، وكل سنه طيب وكل مشاهدينك بخير ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. الف 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 شكر للمتالق دوما ودائما، وادام عليه نعمه واهبه الإبداع بجد يعني، أحمد وفي